بالطبع يا أخوان تلاحظون يمكن أن من الجدول الأول الذي بعث والذي اطلعتم عليه المراسلات التي تمت أو تتم ما بين المحافظة أو المختاريات مع الجهات المعنية كالتربية والصحة والشؤون والأوقاف وغيرها يعني من الوزارات. وترون أيها الإخوة أيضا الاحتياجات المطلوبة وردود الجهات المعنية بالمقابل والتواريخ في هذه المراسلات، بعض الجهات محددة الفترة التي تنجز بها المشروع أو المشاريع مشكورة، وفي بعض الجهات لا تزال طبعا هناك يمكن عدم وضوح في إمكانية تحديد التاريخ. طبعا هناك أمر متفق عليه، يعني هو مثل قضية محطة الماء، مضخة الماء في المنقف، ما نحن الحقيقة بانتظار يعني الردود النهائية للإخوة في وزارة الكهرباء والماء إلى أين وصلنا. الذي حصل أن الإعلام بالكويت قوي، ولكن قوي على من؟ على مسؤولين وحكومة الكويت. الإعلام وجه لأهداف سياسية، وخلنا نحطها بين قوسين اقتصادية. بعض المتنفذين أو بعض من يملك المال لم يجدوا أفضل وسيلة لمحاربة الحكومة أو توجيه الحكومة لهدف معين إلا عن طريق الوسائل الإعلامية، فلهذا الكثير من أصحاب المال السياسي اتجهوا لإنشاء بعض القنوات الإعلامية، وهذه أول فشل في تطبيق القانون. لا الحكومة قدرت تطبق القانون ولا الإعلام قدر أن يبني ما هو داخل هذا البلد. كنا نتمنى أن الوسائل الإعلامية تنمي أخلاقيات، تنمي طرح سياسي راقي، تنمي برامج سياسية تخاطب الشارع، لكن الذي حصل الآن أنها تثير الشارع. للأسف أصبح بعض من الكتاب وما يسمى نفسهم الناشطين السياسيين، وأن اسمحوا لي بهذه الكلمة ما أسميهم الرويبضة، بعض أتفه الناس أصبحت القنوات الإعلامية تدعوهم لمقابلات سياسية ليس من أجل بناء مجتمع، ولكن من أجل بناء أو رسالة للجهة الحكومية أو لمعالي الوزير: ترى أنت إذا ما تنفذ اللي احنا نبيه راح نستلمك. واللي يشوف القنوات الإعلامية الآن يفهم هذه الرسالة. هل القانون هذا اللي كنا نتمناه؟ يطلع واحد يشتم قبيلة أو يشتم جهة يصبح ناشط سياسي؟ والله ما أعتقد. بالكويت عندنا أكثر من نشطاء كلهم نشطاء سياسيين، طلع على محاضرتين قال أنا ناشط سياسي ووجه وهدفي الوحدة الوطنية، ولكن هو مو هدف الوحدة الوطنية، اسمحوا لي بالكلمة، هدفه جيبه، يبني جيبه قبل ما يبني بلده. إذن إحنا فشلنا في قانون المطبوعات المرئي أن نبني مجتمع راقي سياسي يفهم. بعض التوافه يطلعون عبر القنوات الإعلامية من أجل البهرجة، ويعتقدون بعض القنوات أنهم خدموا الإعلام الكويتي. للأسف أنهم ما خدموا الإعلام الكويتي، هي رسالة وفي النهاية أوصلوها للشعب، حتى أن الشعب أصبح الآن في حيرة من أمره. لو تساءلنا ولو حتى بحوار داخلي مع أنفسنا،
لماذا يطلق على بعض وسائل الإعلام بالإعلام الفاسد؟ ولماذا عندما فتح سقف المنافسة الإعلامية وكثرت الشركات قلت المصداقية؟ ولماذا عندما انتشرت مؤسسات حقوق الإنسان واتفاقية مكافحة الفساد قلت الثقة؟ حتماً فإن الإجابة على هذه التساؤلات وأخرى غيرها تكمن فيها الأسباب والحلول لأداء أفضل للسلطة الرابعة. أبدأ بكلام قاله وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي في افتتاح منتدى الكويت للشفافية الرابع طبعاً في إبريل الماضي، عندما ذكر بأن مكافحة الفساد تحتاج إلى جهود الحكومة ومجلس الأمة، وأيضاً ذكر المجتمع المدني. أنا أقول هذه الثلاثية اللي قالها حكومة ومجلس الأمة ومجتمع المدني المفروض كانت تتغطى بالمظلة الإعلامية، لأن اليوم الإعلام هو أساس كل نمو وكل إصلاح، وبالمقابل أيضاً هو أساس كثير من الفساد اللي يصير في العالم مو بس بالكويت. أيضاً أكدوا في هذا المؤتمر بأن لتعزيز مفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد مثل ما يقولون في مكافحة الفساد كما طلبتها اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2003 والكويت وقعت عليها أيضاً، وجاءت بقانون في مجلس الأمة في 2006 بمكافحة الفساد، بأن هناك عدة وسائل وعدة قنوات للإصلاح، ومنها طبعاً يدخل فيها الإصلاح الإعلامي. أتساءل بعد كل هالسنين من التنمية أو خلينا نقول الإعلام الراقي في الكويت، وبعد ما ظهرت كثير من القوانين، وبعد ما طبعاً اعتماداً على الدستور بالأساس، ليش وصلنا في حالنا اليوم إلى ما إحنا عليه؟ الكثير يتساءل، ربما لأن دخلت التجارة ودخلت أصحاب المصالح ودخلت أصحاب رؤوس الأموال أدى أن فعلاً نصل إلى هذا الحال. الكويت من السنوات الأخيرة قاعدة تتراجع في مؤشرات الفساد. طبعاً الشفافية، تقرير الشفافية العالمي بيّن أن الكويت وصل تقريباً رقمها في مؤشر الفساد إلى تقريباً رقم متدني جداً بالستينيات، ما في يعني 67 تقريباً على المؤشر الدولي، والخامسة على مستوى الخليجي يعني تقريباً الأخيرة في الخليج، والسادسة على مستوى الدول العربية. فبالتالي يعني ليش مؤشر الفساد أصاب كل المؤسسات وأيضاً أصاب المؤسسة الإعلامية؟ الإعلام يا أخواني ويا أخواتي هو السلطة الرابعة، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة القضائية. يعتبر الإعلام هو السلطة الرابعة. الإعلام هو جناح السياسة. الإعلام له دور فعال في التنمية، عرض قضايا التنمية، في الصحة، في الإعلام، في الإسكان، في التعليم. سعيد جداً عندما رأيت هذه الأعمال المميزة،
المتقنة جدا، وهذا يدل دلالة واضحة على أننا عندنا هنا في الكويت عدد من المتميزين والمبدعين في شتى أنواع المعرفة.